عقل عقل، لا ترى يعلم الله ان الامور زانت. بكسكني، لا إله إلا الله، بسم الله. خلنا بنتصل على فارس. اي والله انه واحشنا. الو فارس، اصبر، جوال لسه ما الاتجاه طلعته. هنا نحو اليمين قليلا. سبيني انا اقول له فارس وينك. تعال 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 كلمة. الو، هلا، مساك الله بالخير، جمعة مباركة، علينا وعليك، تقبل الله منا ومنك، الله يسعدك، الحمد لله على السلامة. الله يسلم. فاقدينك يا بعد راسي يا الشايب. وانت هو شايب، هو وانت شايب. فقد ايش؟ وانت يعني يقول فقد وانت فقد. استريح، الله يحييك حبيبي. سلطان، اي تعال بيكلمك فارس. بلوتوث. بلوتوث، وينك؟ تاخرت، انت تاخرت يا اخي، ما يصير يا اخي. ما ابغى اجيكم. لازم تجي، لازم تجي الحين، لازم. ما بدي. احنا مسوي لك مفاجأة من امس وننتظرك تجي، وفرحانين والله بشوفتك، ولازم لازم يصير فيها عقال شوي، لازم. المهم انت وانا اخوك لا تسرع، وصل على النبي، اللهم صل وسلم عليه. يا الله، توكل على الله واستريح، لا عاد تسرع. في ذمتك متصل. ننتظرك. اللي عندي اديب وانوار وسلطان. يا الله يا الله. فارس يقول استريح. منو؟ فارس البشيري يقول استريح. والله ونعم. تعرفينه يقول استريح يمين. والله العظيم. لا لا. والله العظيم يا ذينا. سلم عليك فارس. فارس و... اني اكتشفت ربع. اني اكتشفت ان ذينا اكبر من عقلك، بما انك تتكلم بالمايك. في عقلك. اي خلينا احنا نصنع، احنا نصنع من لا شيء شيء. لا لا تغلط، لا تغلط. ولا يجيك. الحمد لله. الحمد لله. لا تخلق من. استريح. ايوه انا قايل عقلك مثل هذه. وحد المجلس، الله يجزاك خير، احنا اللي بنصنع من الشيء لا شيء، فهمت؟ وحد المجلس، واحد اثنين ثلاث اربع، واحد انت الله من البثارة، الله من السماجة. بالله هي انوار عندك، انوار عنده كلمة بمناسبة يوم الجمعة. بمناسبة ايش؟ تفضل يا انوار. انوار عندك. الله يزيد فضلك يا فزع. اقول يوم الجمعة يوم عظيم، يومي والله يوم عظيم. جزاك الله خير. وصوا اكثر من الصلاة على النبي، واقروا سورة الكهف، واخر ساعة من هاليوم الفضيل ادعوا لمن تحبون. الله يشهد. الله الله والله يوفقنا واياكم ان شاء الله لما يحب ويرضى. بعد عندك كلام قلته لي تقول بقوله ولا قلت؟ نذكرهم بزيارة القبور، والله العظيم ترى فيها فضل كبير. ودع ربك كأي شيء انت بيه مالك الا ربك سبحانه، لا تقوم تروح. سلام على هيثم السليطي. كذا زين؟ على حسن. بعد ما نيينا. استريح حسن، استريح. يلا حي والله حسن. حياكم. شو الاخبار؟ انت من الاشخاص اللي نرتقي ونرتفع. حبيبي وجودكم والله. اذا رايناك. حبيبي والله فيكم الخير والبركه جميعا، الله يسعدكم، تقبل الله من الجميع. نبغى تقول شيء فيما هذا اليوم الجمعه وكذا. فيما هذا اليوم الجمعه. الله شوف، يوم الجمعه دائما احنا دائما كلنا نذكر، والشباب جميعا يذكرون بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اولا ودائما وابدا. شيء ثاني، ما ننسى قراءة سورة الكهف. واللي هي فرصة جميلة للجمعة، بحكم ان امس تكلمنا عن الصداقة، لو او قبل امس، ما ادري قبل امس، امس كانت مبادرة حبيبنا اخونا احمد ابو سالم، لما قال عن الصداقة وتكلم عن الصداقة، ففرصة يعني اذا حتى كنت مزعل واحد ولا شيء، ترى يوم الجمعة احيانا تنزل على الناس اللي هي السكينة والوقار والهدوء، احيانا تقدر تمر اقاربك، فرصة إجازة يعني، أنت إنسان فاضي. على قولة سائر القبور. المقابر لازم. وذيب عنده كلمة ذيب ترى. نقطة بسيطة قبل كل شيء. حسن يكرر الصداقة، صداقة، 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 واضح إن في خاطره شيء. كلنا في خواطرنا. أنا لو أعتقد إني ما سألتك، أعتقد. فأعتقد إني لو سألتك كنت ساير أنا. فإيش في خاطرك يا حسن؟ قل لك الاول واحد زعلان. لا والله بالمنتجع، لا والله ماني بزعلان على اي احد، ولا حتى برا المنتجع والله ما زعلان على احد. بس ان بس شوف بس. بس شخصيات انا.
والله ترى من جد سلطان من اول الناس اللي زعلت عليه اكتشف له هذا الشيء والله حسيتها طايحه اي والله سلطان طبعا شخصيه قريب قريب والله قريب سلطان هو يعرف الشيء هذا ولا تهونون جميعا بس سلطان زعلني امس ليه يا فا قطع سبحة امه والله العظيم والله اني قاعد اجمعها مع قسم بالله من زود الحرق اللي فيه انغبنت عاد انا ظل السباح انقطع لا تطيها احد يا اخوي قال ابغاني كذا انا حاطه في الدرج والله جمعتها ابشرك واسويها مره ثانيه سوي السود ذي ايه لقيت واحده هنا وانا نايم لقيتها سويت زي كذا طاحت على كلمه حياتك بالارض خلاص روح اسمها ذبان لا يركب حق يجيبها اسلم يا ذيب اصبر سلطان عندك كلمه رجال ما خلص اصبر سلطان ما خلص انت نوار انت ذيب اصبر خلص انا صادني من يوم خلص يقول عندي كلمه في خاطري بيقولها لا تطلع على المويه على سلطان لا تطلع الفضايح خلها مستوره ولكن اسال الله عز وجل ان كان في النفس ولا في الخاطر شيء يعني اتمنى العذر والسموحه والله وكررتها اكثر من مره انا مش قلت ايش كلمه كذا حسستني اني مذنب انا مالي دخل يوم تقول ايش؟ مذنب انا مذنب وانا مالي دخل اي والله ايوه اي والله اي بالله يلا حيهم يلا حيهم يوم تقول ايش؟ حواسي الضحكه وفي خاطري شيء كبير شيء كبير اجامل وابتسم واضحك وانا في داخل المقهور ايوه احاول اكتم همومي ورا صدري واخبيها اخبيها بعدين في اخر البيت يقول في الشاعر فيها ولكن بكتم همومي واخبيها وانا مجبور وطبع الهم ما يهنى بغير ضلوع راعيها راعي الله يا والله عنك يا رفيق والله حتى قلت امس الوليد قلت له ابدا مقام العجم والاشياء الفرائحيه اللي قدمها في البرنامج لا تعني حسن بالشكل الكبير ولكن الحمد لله الانسان يضحك ويبتسم ولكن يبقى فاقد شخص هذا الشخص جدا عزيز يعني ما هو باي شخص يعني في حياتك كلها اذا يعني تفقد بعض الناس ممكن تجدد في علاقاتك تغير تطور بس في بعض الناس ما لهم شيء خاص لهم شيء خاص ممكن تسميهم هم حياة بالنسبة لك والمشكلة إذا كان هذا الشخص نفسه يظن أنك أنت بعته عشان شيء تافه ولا عشان شيء لا يقدم ولا يؤخر فهذه المصيبة الأكثر يعني أنت ما قاعد تعرف مكانتك وما تعرف غلطك هذا من أشد يعني لدرجة أن في بعض المواقف ممكنني أضحي بعمري عشان الشخص هذا ولكن الحمد لله على شيء نحسن فيه أشخاص ما يستاهلون صراحة حسن أنا من ناحيتي أدري أنا من ناحيتي أشخاص قدمت لهم كثير صاير في خاطرة في لمحة بصر جحد هذا الشيء وخليته على ما هو عليه يعني ما قلت تراك أنت غطيت وترى ما بررت بس انه هو بسود وجه طلع ما هو طلع بياض الوجه طلع بسود وجه بس ممكن ما وضحت له الفكره يا ساير مثلا ممكن انت تحس انه تغير وما تغير الكل يدري انه هو غلطان فهمت؟ الكل يدري شوف اهم شيء الناس تدري بس هو يدري لا هو ماخذ المقلب بنفسه انه على صح بس في حاجه واحده اللي هي كل اللي في ناس كل الناس لا في ناس من الاغبياء اجل طيبك تبرز ريحته يحس نفسه انه يحس انك ثقيل ويحس يتغير يعني فهمت؟ ف والله يا زين الضحك والابتسامه الفرفشه خليك انسان يعني ضحوك من ذا اللي يجيك كذا في مجلس طيب بعدين خلصت؟ خلصت نهايتها ايش؟ نهايتها حفره زينك حطوك دفنوك الله يعطيك العافيه ف تعال يا سقري لا خلنا نصبر ما اعرف انا صدق وما صدق اي خلنا نكمل اخ حبيبي جهز لك موضوع كان السقي قال من نهايه حفره والله يا زين انك تضحك تستهبل يعني شوف السقري استقبلها بروح رحب كانت تخمه اضحك يا اخي نهايته الله يرحمه ايوه سلامتكم اسلم يا سقري نبي نسمع ذيب لا مشكلة ان صديق صالح لكن المشكلة مش الدرجة هذه والله يطول عمر جمع الاحباب شيء جميل الله يسلمك والله فيستغلها الواحد يوم الجمعة يوم اتوقع انها عطلة وكل اللي يزور ارحامه ويسلم عليهم ويكون عهد بهم حتى لو بالاتصال يا كوتش
ليه ساير تدق علي اعطيتني قسيمه مع الخط قاعد قال لك تسرع قال لك هد قال لك هد الحين ارد على الجوال لك هد ممنوع الحين ارد على الجوال يا بيلا قار تعرفت ممنوع الحين ارد على الجوال يا اهلا وسهلا السلام الله يسلمك والله فقدناك يا علم الله يا حدينك بس القسيمة انا سددها خلاص يا هلا والله عشان ما عاد تسرع في قسايم الحين اللي ما يرد على الجوال سلامت الصفر وين العيال وش فيهم؟ كنت لها السلامة اي والله سلامت والله ما له خلق كابتنتي نظام والله مطاق مرحبا وحيا السلامة الله يسلمك يلا حيا والله شوف يا اخي الله حيا كيف الحال؟ هي هذا هي طبعا الحمد لله على السلامه الله يسلمك ما يجيك شكرا حبيبي الحمد لله على السلامه ما تشوف شر ان شاء الله قدامك عافيه والله فقدناك.